أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز حلق ما اتصل من الشارب باللحية من جهة الأطراف والفصل بينهما؟ نعم، أي نعم، يحلق، يفصل بين اللحية والشارب، يؤخذ ما بينهما، ولا يترك الشارب يتصل في اللحية، يعني بعضهم يتعمد هذا ويخلي شاربه لحيته على شكل حلقة يصير مشوه. نعم، الشارب له حد واللحية لها حد. نعم.